السلام عليكم وأسعد الله أيامكم. اليوم عندي بعض النباتات الصغيرة، حابة أني أحاول أزرعها في أحواض أكبر، وعادة أنا أحب أزرع في الأحواض الصغيرة. لماذا؟ أولا لأنها متوفرة عندي، هذه أحواض الأزهار. أساسا الأزهار الخارجية لما أزرع كل موسم شتوي يكون عندي كمية من هذه الأحواض، يعني أتخلص منها وأزرعها في الأحواض الكبيرة، فيظل عندي الأحجام هذه متوفرة عندي بكثرة. السبب الثاني أن لما يكون عندي عقل، مجموعة عقل، أزرعها في أحواض صغيرة حتى تتزاحم تكون نسبة النجاح أكبر. يعني لما يكون الحوض صغير أفضل من أني أضعها في حوض كبير، فيكون في نسبة تجمع الماء أكثر، ويعني يكون التربة تحتفظ بالرطوبة أكثر، فيكون في احتمال كبير يكون في عفن جذور. إذا كان الحوض صغير وفي تزاحم، يكون نسبة العفن يعني أو إصابة الجذور بالعفن أقل. هذا غير أني أجدها شكلها لطيف، لو أحببنا نهديها لأحد، يعني هدية صغيرة شكلها جميل كعينة أو كهدية. يعني أحب الأحجام الصغيرة، لكن عندما تكبر ويكون في تزاحم أنقلها لأحواض أكبر. في اليوم بزرع المونستيرا مونكي، بأخذ حوضين وبجمعها في حوض واحد، بجمعها في حوض واحد وبزرعها أمامكم. نستخدم أي شيء يساعدنا يعني نحافظ أن ما نوسخ المكان وتتناثر التربة فيه. فأخذت البلاستيك هذا من علب صبوي، دائما أستخدمه ومفيد جدا أستخدمه للزراعة. وعندي هنا حوض، الحوض مهم يكون فيه فتحات تصريف كافية. فكرت المرة هذه، أو عادة أزرع تربة مباشرة، لكن المرة هذه فكرت أني أستخدم اللكة في الأسفل لتصريف أكثر. هذه من استخدامات اللكة، أما أني أخلطها مع التربة أو أني أضعها طبقة في الأسفل أو أني أستخدمها للزينة في الأعلى، لها استخدامات كثيرة. فبضع طبقة من اللكة، هذه أحجار اللكة سبق تكلمت عنها وشرحتها في اليوتيوب. هي عبارة عن أحجار معالجة، هي من الطين أصلاً، وممكن نزرع فيها أو ممكن نستخدمها للتجدير أو ممكن نستخدمها مثل الآن أسفل الحوض للتصريف، أو ممكن نستخدمها للأعلى للزينة. يعني مثلا عندي الحوض هنا، أضعها في الأعلى بهذا الشكل أغطي فيها التربة، لها استخدامات كثيرة. أو أزرع فيها، يعني كثير زرعت فيها أنا، لحظة هنا، أو أزرع فيها أضع فيها في الحوض كله حبوب اللكة أو كرات اللكة، وفي الأسفل ما هذه عطشانة ما فيها موية تحتاج ماء. مثل ما قلت لكم لها استخدامات كثيرة. فالآن بعد ما يعني وضعت طبقة من حبوب اللكة، أقصد حصى اللكة أو أحجار اللكة، الآن أزرع الحوضين. أتخلص من الأحواض وأزرعهم هنا وأضيف التربة. الآن نضيف طبقة من التربة، طبقة بسيطة بهذا الشكل. نهز الحوض حتى نتأكد أن التربة هبطت، ونقيس ارتفاع الحوض، النبتة بالنسبة للحوض ممتاز. الآن هذه نحتاج العمق هذا حتى يحوي الماء، لأن لو زرعنا بالشكل هذا يعني ارتفاع أكثر، يعني لو سقينا بيكون الماء يخرج لبرا. فهنا معقول حوالي نص سنتي أو سنتي ممتاز. الآن نخرج الأحواض النبتة من الحوض ونزرعها. عندي هنا نبتتين، عندي هذه وعندي هذه. الآن أحاول أخرجها من الحوض، أضغط على الأطراف وأضغط من الأسفل ثم أقلبها بهذا الشكل. قلبتها والآن أزرعها.
زرعت الحوضين والآن أضيف التربة. أضغط ضغط خفيف من الأطراف حتى أتأكد أن التربة هبطت، وأضيف التربة حسب الحاجة، أتأكد أنها الحوض تعبى تربة وما في مجال للفراغات، الفراغات بتضر الجذور. هذا نبات مونستيرا مونكي، نبات سهل وجميل وتكاثره سهل. أنا أحب النباتات اللي تتكاثر بسهولة حتى أستفيد منها، أظل أكاثر، لأن بعض النباتات تتكاثر لكنها مكاثرتها صعبة. أنت هنا الآن تحتاج فقط إني أسقيها. الآن أسقيها سقية غزيرة وأغسل الأوراق بعد الفرق، سقية غزيرة حتى تخرج الماء من أسفل الحوض، حتى نتأكد أن البتموس تشرب الماء جيدا، يعني ما في جذور ما لا يوصلها الماء، ضروري كل الجذور يصلها الماء. وضعت لها صحن في الأسفل الآن ووضعتها هنا. طبعا هنا أفضل أني ما أتركها هنا لأن هنا تيجي شمس حارة بعض الشيء، فبداية أضعها بعيدة مكان أبعد، يعني في المناطق اللي هنا حتى ما تتضرر لأنها جديدة، وبعد ما تأخذ لها أسبوعين ثلاثة ممكن أحضرها هنا أفضل حتى تتلقى إضاءة قوية فيكون فيه نمو سريع. وممكن أختار لها حوض زينة بهذا الشكل. أنا أفضل دائما أزرع في بلاستيك وأستخدم حوض للزينة بدون تصريف، الحوض بلاستيك أقصد حوض الزينة بدون تصريف بالشكل هذا. هذه من أحواضي كده من تسألوني عنها، كانت في الخارج ودخلتها البيت لأني ما أزرع فيها في الصيف، في الصيف ما أستخدمها لأنها حديد ما تنفع، حديد بتكون حارة كثير على النباتات فما أستخدمها. كثير يسألوني إن يعني ما وجدناها في إيكيا، والله أخذتها من إيكيا، بس إيكيا الفترة الأخيرة ما عاد نزلت الأحواض اللي مثل هذه، ولا هي كان مر عليها فترة نزلت أحواض جميلة جدا، يعني اللي دائما أصور لكم فيها البيتونيا والنباتات الخارجية، كانت فترة ما تنزل أحواض جميلة، وبعدها انقطعت من السوق. إن شاء الله المرات القادمة يعني إيكيا دائما فيها كل جديد. أو ممكن أتركها في على وضعها الآن. طبعاً الأحواض اللي قالوا لي ما تصدي، لا تصدي، شوفوا صدت، لكن لها عندي فترة طويلة، يعني أنا نسيت الحين 7 سنين 8 سنين، أنا نسيت يعني تسوى القيمة لأن استهلكتها فترة طويلة والماء دائماً يجيها، يعني زي كذا أضع الحوض داخلها وأسقي ويظل في بقايا ماء فأكيد بتصدي يعني مع الوقت. ولو أطليها مرة ثانية بكون سويت لها حماية، المفروض إني أطليها أحافظ عليها صراحة، يعني وجب إني الآن أطليها من داخل حتى أحافظ عليها، أو يعني أضع صحن في الوسط، صحن على مقاس الحوض يتلقى الماء حتى ما يتأثر هذا. وأنا كنت أتمنى إنه يكون مزحوم أكثر، يعني فلو كثرت أنا عندي في مجموعة ممكن أزرعها زيادة هنا، أحب الزحمة، الزحمة حلوة للنباتات حتى تكون الحوض ممتلئ مثل عندنا هنا. ما شاء الله شوفوا زحمته حلوة ما شاء الله. هذا نبات مونستيرا مونكي، عادة الأوراق أحيانا تدخل في بعض في فتحات بعض، لأنه هو عبارة عن ورقة مثقبة مثل ما تلاحظون الأوراق فيها ثقوب، هذا طبيعة النبات هذا. احيانا بتلاحظون في نباتاتكم بعض الحروقات مثل هنا عندي بالاطراف هنا، احيانا انا اقصها، انا تلاحظون بعض النباتات عندي مقصوصه بسبب عدم انتظامي في الري، دائما يا انسى منها وتعطش يا يعني استعجل بالماء، بس عاده اعطشها والله كثير اعطشها، يعني دائما انشغل وانسى وارجع اسقي.
فالانتظام في الري والرطوبة أيضا مهم للنباتات، حتى دائما تظل الأوراق مثل ما تشاهدون ما فيها حروق في الأطراف، وتكون مثل ما لاحظتوا دائما تعانون من الاحتراقات في أطراف الورقة. فالانتظام في الري وأيضا الرطوبة مهمة، أيضا ترشونها من الوقت الثاني بالماء حتى تنتعش النباتات على الأقل لو مرة في اليوم. هذه المنطقة عندي دائما أحب أزرع فيها قريبة من الشباك، تعطي إضاءة جيدة وأحيانا تشد الشمس، يعني فترة الصيف في الظهر تكون في شمس حارة من الآن وراء، فيعني إذا لاحظت أنها اكتفت أقفل الستارة حتى ما تتأثر النباتات.